مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر، وحنا في هذا الاثناء كنتواجدوا بهذه الحجره فين كتسكن مي الرحاليه. هذه السيده اللي قدر الله وما شاء فعل ما رزقهاش ربي وليدات، كتعيش بوحدها في هذا البيت. الطوبه كتهجم عليها لان الله يحسن العوان، مريضه ما قدرش تنقي دارها، يعني بزاف الامور، معدها لا ولاد لا حتى شي حاجه اللي يعاونوها. كتطلب خبز كارم، كتجمع خبز كارم عند الناس كتبيعو. راه قلت لها واش كتبيعي ب 30 كيلو؟ قالت لي لا، راه كنبيعها بدرهم و16 ريال الكيلو. فاش يلاه كتجيب داك الشويه باش يلاه كتاكل. المرض جاها نزيف حاد على مستوى الرحم، يعني انا غير جيرة اللي حكاو لي كتنوض، يعني كتلقى فراشها كامل عامر دم، الله يشافيها. ما عندهاش باش تعالج. يلاه واحد المحسن اللي داها دارت التلفازه، لقات عندها كيس، لقات عندها على حساب الولسيس، اللحم عندها في الوالده، في الدار، فبالتالي ضروري خصها عمليه جراحيه. المهم هي غتحكي لنا قصتها. بزاف ما يتقال على مي الرحاليه، مي الرحاليه كتعرق الوليدات الصغار. كانت احنا عندنا واحد الثقافه ان الولد الصغار الا شفنا راسه بدا كيكبر كنجيبو عند العراقات. مي الرحاليه كتعرق الوليدات الصغار. اليوم العظم ما بقاش كيما كان في الصغر. المرض بزاف الامور، والوليدات اللي كيكونوا داك السند وداك الوتد راه ما كاينينش الحمد لله على معطيه الله، ولكن راه صعيب الانسان كيوصل لواحد المستوى في العمر وكيعيش بوحدو. شدام مرحليه، السلام عليكم. الله يجيب لك الشفاء. قبل ما نديرو الرقم صفر 6 45 80 83 02، 0 6 45 80 83 02، هذا هو الرقم ديال المرحلية. وما كرهناش كاع المشاهدين الكرام يكونوا وليداتها ويتصلوا بها ويعاونوها ويساندوها. السلام عليكم مرحلية. سلام. عاودي لينا حكايتك. وحكايتي اش غنقول لك؟ دابا جاي شي عام ونسهل. نعم. وانا دايزه ما خليت فين مشيت. باش بالدم. بالدم. نعم. ما خليت فين مشيت. وانا دابا ما عندي والو سوى الله سبحانه وتعالى. ما عنديش، ما عندي ما نبيع، ما عندي ملاك، ما عندي ديور، ما عندي والو. انا كنعيش في هذا البيت. عندي الله. وانا نتمنى دابا هاد الناس اللي تسمعوني يديروا بحسابي، تا هما راه بحال انا كنجي مول الفاميلا ديالي. نعم. تا هما يعطروا باللي يقولوا هاد السيده راه عطرت علينا وبقات فينا. بغيتي تداوي، بغيتي تعالجي راسك. غنداوي دابا، بغيت الطبيبه هو ما استفادش من كيدي. بغيت ندير الراديو الكبير ما صيفاش نديرو اي حاجه، اي حاجه ما صيفاش نديرها. وانت غير كدوزي ما صيفاش باش ندير. دابا الا نعس نقول محال غنسبح. الناس كيشريو الخروق، انا راه كنسرقها الزيوف ما صيفاش باش نشري. بهذا النزيف اللي كيجي، بهذا النزيف اللي انا دايزه بيه، واش هاد السن باقا دايزه بيه هكا؟ لا، انا كان الا كيشوفوا فيا وكيحنوا عليا انا راه يحسبوني انا بحال انا من الفاميلا ديالهم او من شي بلاصه كنجيهم. والله يرحم والديهم، والله يجازيهم بالخير الا سمعوا هاد الهضره. راني ما فيهاش الكذوب، راه متيقنه براسي راني مريضه. ويعاونوني لله، بسابي لله. حتى الفلوس ما عندكش. حتى الفلوس ما عندي، يعدي الله سبحانه وتعالى. ما عندكش وليدات. ما عندي لا الهضره، راسي انا قاعده في هاد البيت. لا دقوا عليا الناس راه يعطوني ما ناكل، ما دقوش عليا انا قاعده. دو الاخر ما عنديش. ما عنديش نوم نخلص، نوم نخلص، ما عنديش. ما نسيبش باش نخلص. مره يقطعوه لك، مره يرجعوه لك. مره قطعوني راه ورقه تقطيع ما حطيتهاش. ما عنديش. ورجلين تنبخوا ليا هاك رجليا كلشي من فوق. شوف رجلين ها كلشي من فوق ليا. يا حبيبي قلبي. ما قدرتش نزيد، الا ما درتش العكاز راه ما نزيدش. وبغيت الله سبحانه وتعالى هاد المحسنين إلا شافوني ورديت على قلوبهم هما يديروا بحسابي. كتبيعي الخبز؟ الله يجازيهم، الله يجازيهم خير. كنبيع خبز كارم. كتجمعي مع الجيران؟ كنجمع مع الجيران. والله إلا كنت صباح كل واحد يجيب لي ميكا، كل نهار يجيب لي واحد ميكا. ما عندك 10 كيلو كتجيني ديك 10 دراهم، كتخوى لي البيضة نعمرها بها. بشحال كتبيعي الكيلو ديال الخبز؟ كنبيعو بدرهم الكيلو. ولا حلفتك بالله وملا قالني معاكم وهاد المسلمين اللي دابا كنعيط عليهم يا عمر الحمد دخل
عمرك ليتي الحاج؟ عمري ما دخلته من العيد الكبير، ما عنديش. مشي نوقف على الجزر هكاك، نوقف على الخضر هكاك، مازال الخضر لازم كل واحد كيعطيني شوي، ما عنديش اللي يرفع ليا انا. من العيد ما كليتي الحاج؟ والله ما عمري دكتو، علمك بالله ما عاد نصبح ولا ما نصبح، يا عمري ما دكتو. باش عندي؟ ما عنديش. نمشي نطلب، انا دابا تنطلب خوتي المسلمين والمحسنين اللي هما اللي عارفين وقادر الله سبحانه وتعالى، حيد علينا هاد البلاء وجماعة شمل ونكونوا نرجعوا كي كنا، اذا كبار بيكنا. ولا صغار ولا كلشي، تمنى تمنى نرجعوا كي كنا، رحنا خوت. الا مرات انا كلشي مريض، الا مرات انا راه يبقاو فيا، ومرات مرض هما حتى انا كنبقى فيهم بحال فعلا. واش غنقول لك اختي، طلبوا الله، نتمنوا الخير ونتمنوا الخير قدام، والمحسنين يتصلوا بمرحاليه ويشوفوا بها بعين الرحمه. يعني شوف اش قالت لك، انا من العيد الكبير عمرني كليت اللحم، يعني من ذكراتها الا وقلبها وشهوتها مع الحيمات تاكلهم حتى هي تنصبهم في طويجين، الله يحسن العوان. يلا كتبيع خبز كرم 25 درهم الكيلو باش ممكن انها تعيش، زيد على ذلك ان حتى البيت ديالها يعني كاينه الطوبه كتاكل لها حويجاتها فراشها. والله الا كانت لي حوايج قاتل طوبه ياك. والله الا هانت والله ما خلات لي حاجه، باك نوريك كل شيء كانت ولدي طوبه هادي. اي والله ما نكذب. عندك في الدار ولا شنو كتخدم؟ عندي في هذاك لاكور طبيعي، خانت الله ما تدق لي عييت بالدواء. ولكن حدا راسك لا تعضك ولا شي حاجه؟ لا كنت كنسد عليا ولا كنخرج الزنقه تندير الدو. والله ما نكذب عليك في رنت صغار، حنا راه قطعت 15 واحد والقسم بالله العظيم تقصد 15 فار. والده هك بخجة، لا حول ولا قوة. والله ما نكذب عليكم، ولكن دابا إذا شافوني المحسنين يحنوا عليا. دابا عييتي ما قدرتش تنقي الدار، ما قدرتش تداوي الجهد، الله يحسن العوان، جدير جهد الله. كتجيني الدو خبر راسي عييت، عييت على قدك، عييت بوحديتك، عييت ما كانش اللي حن عليك، ما كانش اللي يعطيك، ما كانش اللي يمد ليك. قال لي العين كثيره واليد بسيطه، ونتمنى يشوفوني، نتمنى نتمنى لهم الخير، نتمنى الا شافوني حن عليك. إذا المشاهدين كيف تبعتوا نداء مرحلية مرحلية اللي معروفة في منطقة الولفة، حنا كنتواجدوا برياد الولفة، يعني راه اللي سول على مرحاليه في رياض الولفه راه كلشي غيجيبها لهذا البيت فين ساكنه، راه كلشي كيعرفها، لان كيقولها مولات الخبز، الناس كيجيبوا لها خبز كان باش انها تبيعوا، معروفه هنايا. تفضلي. كان ربك الدراري صغار. نعم. كندير الفدح، كنحط نعم. عيدي كيبراو. الحمد لله. كيجيو من سفاتة، من درب السلطان، من أي بلاصة. كيجيو عندي. الرجال. كيقول لك تحط يدك. إلا ما لقاونيش كيحكوا يدهم في العتبة كتبرى لهم يدهم. بركة ديال الله سبحانه وتعالى. شعقي لي الله، موهبة عند الله. واش تقولي كاين فلوس بزاف ولا كاين ما كاينش. كاين اللي 100 دريال. كاين اللي كاع 10 دراهم. الفال. الفال. مفتوح. حنا ما كنتشرطش أنا. مزيان. نقول اللهم نشري دوك الخبيزات. أو نعمر داك الكويتات وما يكونش عندي ولا نبقى مجمع. ولكن أنا نطلب الله المحسنين. وما يحنوا عليا ويشوفوني هاد العمليه اللي غادي نمشي ليها وفاش خرجوا لك الفتيح ياك خرج وهذا ما الطبيب قال لي ما نعطيك الدواء غادي لينا داك الراديو الكبير وانا ملي جاتني 80 او 60 انا ملي جات باش نمشي نخلصها ما عنديش كون عندي انت تشوفي حتى حاجه ما رخيصه على حتى حاجه ما غاليه على الصحه وكلشي عند الله ولكن راه كاينين ماشي ما كاينينش كاين المؤمنين اللي سمعوني راه يديروا بحساب. ايوا نتمنوا النداء يوصل. والله هاد الوباء والله ينصر سيدنا والله يخليني لنا مالك. ان شاء الله. خسر فينا الدم. اللهم امين. مرحله خاصها لي غام. المهم 60 او 80 الف ريال على حساب ما قالت ما دارتوش لان ما عندهاش امكانيات. محسن اللي دار ليها التلفازه والتحليلات. مرحله كتبيع خبز كارم. مرحله ما عندهاش وليدات. ما عندهاش وليدات
كنتمناو كنتمناو كيف قلت في البدايه ان جميع المتتبعين يكونوا وليداتها، يتصلوا بها يعاونوها في العلاج. راه نزيف حاد كتعاني منه، راه الفراش كامل كيصبح عامر يعني بالدم، لا حياء في هذا الشيء. راه المرض هذا كيصبح عامر بالدم، كلها كتصبح دمايات على حسب ما كيقولوا الجيران. ما عندهاش الاولاد، ما كاينش اللي يشد بيديها، ولكن كاينين نتوما المحسنين اللي غتصلوا بهذه السيده. راه كتشوفوا راه يعني راه العمر شويه، راه الله يحسن العوان، راه كنا كلشي غيكبر، رجلين منفوخين، الصحه ما بقاتش. نتمنوا باذن الله تعالى تلقى المساعده مع المحسنين وتلقى العلاج. وحاجه واحده راه قالتها، قالت لك عمرها ما كلت اللحم من عيد الكبير. نتمنوا ان شاء الله باذن الله تعالى تلقى المحسنين اللي حقوا لها كاع داكشي مسكينه اللي كتشهاه. 0645 80 83 02، 0645 80 83 02، هذا هو الرقم ديال المرحلية. ما بقى لي مشاهدينا، نودعكم، دمتم في امان الله، الى اللقاء.